بص الموضوع لا ما هوش صدفة، أنا كنت بفكر في الموضوع بقالي كتير جدا. دهنا القمر منورة الدنيا وبنورك يا جميل. النهارده بقى مبادرة جامدة قوي، موضوع الحيوانات الأليفة. انت بتحب الحيوانات الأليفة؟ بحبها، ده حياتي كلها الحيوانات الأليفة، يعني انا من حبي ليهم ابتديت بيزنس له علاقة بيهم. يعني انا بعمل دلوقتي منتجات براند اسمه كانتون مي باتس. ده مش اعلان لحد ما يجي الاعلان، كلكم عارفين بقى الجملة دي مشهورة على السوشيال ميديا. انا عاملة براند دلوقتي لشامبوهات وحاجات ليهم. انا عندي 5 كلاب وكل الناس عارفاهم ومحافظة اساميهم، كانديليزا، دبدب، كراميل، وسلطان. وطبعا كل برضو زي متابع فلوجاتي عارفين ان انا مهتمة بكلاب وقطط الشارع. فانا حياتي كلها يعني زي ما بيقولوا بالانجليزي ريفولفينج، يعني بتلف حواليهم، يعني هم جزء كبير جدا من حياتي. تمام. المبادره شايفاها ناجحه بنسبه كام في الميه؟ وهتوصل للشارع للناس الطبيعيه بصوره ولا لا؟ مش هتوصل بصعوبه، بالعكس انا سعيده جدا ان احنا بنعمل ده دلوقتي. اعتقد دي اول مبادره تحصل في مصر رسميه بيحضرها اشخاص كتير جدا، سواء سيلبرتيز او ناس، انا شايفه الناس من الازهر كمان، دي حاجه مهمه جدا. يعني في جزء ديني، ناس هيقدروا يقولوا لنا دينيا، لانه دايما بيبقى فيه يقولوا لها بالانجليزي الديبيت، يعني الجدال، يعني في حته تربيه الحيوانات هو في البيت ومش في البيت، الرحمه بيهم، طريقه التعامل معاهم. فانا سعيده جدا 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 بالمبادره دي. لا هتوصل للناس، اقول لك ليه، لانه هتستغرب لو قلت لك ما فيش بيت فيك يا مصر دلوقتي ما فيهوش على الاقل كلب وقطه، بلا مبالغه وبجميع المستويات حقيقي. فموضوع وجود الحيوانات جوه البيت او تربيتها او الرحمه بيها سواء في الشارع او كده بقت موجوده بجميع المستويات. احنا بس اللي بنحاول نسعى له من خلال مبادره النهارده ان احنا نتكلم في قانون يحميهم، يعني الناس اللي بتشتكي مثلا انه في كلاب في الشارع مثلا بتعض او كده، نعقمهم بدل ما نسمهم لما يبقى في مشكله. ده بقى بينتشر للاسف كتير، ناس كتير جابت حيوانات فتره الكورونا وبعد كده استغنت عنها وسربتها. نتكلم في قانون يدعم الشلاتر وينظمها، محلات الحيوانات اللي بتبيع الحيوانات برضو للأسف في حالات بتبقى مش كويسة، نحاول نحط قانون يبقى زي ما بيقولوا ايه، مسستم الدنيا للكل يعني. وبعدين هي دايرة، يعني احنا عايشين في عالم هم موجودين، يعني مهما حاولت تسمهم هم موجودين، يعني مش هتسم كل فاهمة قصدي. ولما تعمل ده برضو هتطلع بمشاكل تانية، ما تاخد بالك يعني، سبحان الله، يعني ربنا قتلوا الكلاب التعبين طلع بالظبط. برافو عليك. فهي يعني انت هتحل مشكله هتطلع لك مشكله ابشع منها، فاحنا لازم نلاقي حلول مش نقطعها. فده اللي احنا بنحاول نوصله النهارده، بنحاول ان احنا نظبط الدنيا يبقى فيه بالانس، بحيث انه انت كشخص مرتاح وهم يبقى فيه نوع من الرحمه بقى بيهم، لانه بجد بجد يعني متهيألي هم ما لهمش صوت، مش هيقدر يشتكي يعني. فاحنا نتمنى ان احنا نكون صوتهم. يعني الشطارة في انك تكوني بلوجر جامدة قوي كده، ده حصل ازاي والموضوع بدايته كانت معاك؟ انا جامدة جدا يا اخوانا، بس انتوا مش مكتشفيني، انا جيت متأخر بس. انت ما شاء الله جيت متأخر، انت سيطرتي خلاص. اشكرك اشكرك، اتمنى ذلك. بص الموضوع لا ما هوش صدفة، انا كنت بفكر في الموضوع بقالي كتير جدا. بس هو اللي حصل ان هي سبحان الله الوقت، يعني انا عملت كام فيديو في الاول وما كنتش عارفه ردود افعال الناس هتبقى ازاي. ابتديت في التيك توك، اول فلوج عملته انا فاكره كويس جدا كان مع ليلي، ابتديت في التيك توك وما عرفتش بقى الناس هتقول ايه. انا قلت هتشتم، نمت صحيت لقيت 1,000,000 فيو، اتخضيت، قلت بس يبقى الناس تمام ما فيش مشكله. نزلنا بعديه بقى اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده لحد ما سبحان الله يعني لقيت الناس متقبله. ابتديت بقى اكبر، يعني ابتدينا جوه القاهره وابتديت انزل الشوارع وابتديت في اماكن ما حدش يتخيلها. ما هو ده الموضوع. انا الفكره دي بتاعت ان انا اوري الناس جمال مصر دي مش فكره جديده، انا عملت اوريدي بايلوت لحلقه بالانجلش ما حصلتش. بس فقلت ما اطبقها لوحدي على السوشيال ميديا، وعملتها على السوشيال ميديا ونجحت الحمد لله نجاح رهيب. وسافرنا بقى محافظات وورينا الناس حاجات كتير قوي حلوه ولسه مكمله فيها ان شاء الله، بس واخده يعني ايه استراحه محارب كده مكملين ان شاء الله بعد رمضان. لسه مي امبارح بتقول لي انا بتجنن من الاماكن اللي هي بتروحها، وبقول لها انت ازاي ما تاخدنيش معاكي والحاجات ده. انا بذلهم لما بنزل بشتري اي حاجه، طلعي فلوسك يا ماما. ايوه انا اللي بنزل بتبهدل، فطلعي يعني اخر فلوج نزلت بقى رحت محل في الوراق
فجايبه جلاليب بقى وحاجات ومش عارفه ايه، فكل واحده عايزه تاخد جلابيه بقى. قلت لا يا روح قلبي لا يا ماما انا اتمرمط حضرتك تدفعي. هو ده السيستم عندنا. اه مصلحه تبقى دايره كده. ايوه ايوه ايوه. انا بص انا سايباهم يلعبوا لغايه ما اخذوا عالم الفن بقى بحق وحقيقي، وبعد كده كله هيركن على جنب. ايوه ميسه ومي بقوا مجانين خالص على التيك توك. ايه رايك في الموضوع؟ كلكم مجانين ما شاء الله على التيك توك. بس بص التيك توك ده عالم ترفيهي بحت يعني. بص بجد بجد يعني كل اللي يدخل فيه انا مش يعني دايما بقول يا جماعه ما تحكموش، ده بلاتفورم الناس بتطلع تتسلى فيه وتضحك فيه وترقص وتغني وتقلد وتعمل كل حاجه نفسها فيها بس لا غير. فزي ما تقول ايه هو تنفيس، بتكلم بجد يعني. اه يعني حتى مش بس مايو مايس، في فنانين كتير مؤخرا يعني ابتدوا ان هو. هل في تعليقات ممكن تضايقكم؟ لا انا ما يعني بص الحمد لله يعني بشكر ربنا يعني الفولورز بتوعي ناس لطيفه ولذيذه والحمد لله دايما كلامهم بيبقى حلو. ولو في اي حاجه بتضايقهم اكيد انا ما بعملهاش يعني، انا بتراجع عنها. لو في حاجه انا عملتها بتضايقهم بتراجع عنها. ليلي نقدر نقول تربيه دنا؟ اه ده اكيد. اه برضو بصرفها على الموضوع ده. لا بقول لك ايه كله كشال. برضو الله. لا 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 مفيش. لا بص دي نور عينيا يعني هي، ومش بس يعني ليلي عشان موجوده معانا هنا، اولاد داليا برضو وكريم وجوان ويوسف اولاد اخويا برضو، بس لولو عشان هي معايا وحواليا طول الوقت. وانا وهي بنهدد امها يعني هتزعليها يا جماعه. بكلم بجد يعني لما مي بتزعلها بتقولها بقول لك انا رايح عند دانا، وبجد بلاقيها بتخبط الباب عندي بتقولي افتحي لي، بقولها انت ايه يا ليلي انت جيتي ليه؟ بتقولي الست دي مزعلاني. عملت لك ايه؟ لا 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 دي صح ولا ايه؟ ايه بلا حقها؟ باخد لها حقها. طب ايوه بقى ليه يا مي زعلتيها اصل كذا؟ لا هي عارفه اصل انت ده انا ما بتقولش لا على حاجه يعني. عندك ايه جديد بقى الفتره اللي جايه؟ والله لغايه فنيا للاسف يعني ما فيش اي حاجه لغايه دلوقتي، بس شغاله على حاجه جديده على السوشيال ميديا، اتمنى ان هي يا رب تحقق نفس النجاح اللي حققته الفلوجات باذن الله يعني. بارك التوفيق. ميرسي جدا جدا.